امنا مولات الدار كانت تحلم بكوجينة مزيانة مرتاحة تنجم تقضي فيها وتطيب على راحتها وفيها بزايد رانجمون. الاركيتكت سارة رزقالة وإكيب لي كوميرسيو كونسيبتور في دلتا كوزين حضروا كوجينة جديدة أكيد باش تعجب مولات الدار. الكوجينة لينير ملقام روبي، لي فاساد متاحة ان لاكي يو في مات انتي امبرانت انتي ريور انتي شوك وما تخبش، الفينيسيون بطبيعة ريزيستانت للماء والبخار. الأخضر مالاغا في كوجينة دلتا كويزين أسوسيي للألومنيوم في البواني والسوكل وأسورتي زادة على ليفي بوا. الكوجينة ولات مودرن وتوندونس على خاطر لو فيغ مات وبروفون هو لا توندونس في عالم الديكوراسيون انتيريور السنة وعام الجاي. مروة دلتا كويزين سمعت لي دوموند متاع الأرشيتكت متاعنا، هذيك علاش كانت النتيجة ممتازة وحلوة برشا. نسقنا مع الاركيتكت وعملنا اون كويزين لينير اي في بوا اون غري بيج جلادستون وعملنا دي نيش فينيسيون فير دي مالاغا خدمناها في لوفر كويزين اون متر. دونك اللي عنده كوجينه سيميلير للكوجينه نتاعنا اليوم ولا اكبر شويه ينجم يخدمها في لوفر نتاعنا كو سوسوا في الاستراتيفي كيما عملناها اليوم ولا في البريون في المات. دونك الكوجينه نتاعنا ريزيستون للماء والفابور لي بواني والسوكل اون الو rappel le plan de travail. دونك نحن اليوم فرحانين اللي عودنا لها الكوجينه نتاعها وان شاء الله تعجبها وتكون بداية فرحان. والكوجينه امنه جديده بلان دو ترافاي جديد تكنو مارك مصنوع من احسن لي ماتيريو لو كوارتز اللي نعرفوا انه ما يتجرحش حتى كان نقصوا فوقه ديريكتومون، ما يتخبش وما يتبدلش حتى كيف نحطوا فوقه حاجه سخونه. زيد لو كوارتز تكنو مارك ماهوش بورو يعني ما يشربش زيوت وما يصبغوش فيه لفحات، هذه حاجة ياسر مهمة في كوجينة. إيمان تكنومارك وقفت على خدمة الكوجينة في دار راد سيشات على خاطر تعرف قديش تنجم تفرح مولات الدار وترتاحها من التعب والتخمام في غدوة. مدام إيمان كانت كوجينتها كلاسيك افيك ان بلان دو ترافاي اون غرانيت، حبينا نعملوا لها حاجة مودرن، دونك اخترنا اللون نتاع البلان دو ترافاي يتماشى مع الفايونس والبارتيغ اون هارموني، دونك لو غري سي لو غري اكسبو، بيان سور عندنا دوطخ كولور، اون لارج غام دو برودوي، مينيموم 15 كولور شي تكنومار. L'épaisseur de le plan de travail de l'aujourd'hui c'était 4 cm mais l'épaisseur elle est variable entre 2 nous sur hatta 12 cm. On nejmo en fait nexdmo kujina kamla tbda plan de travail et crédence collé نفس الكولور ونفس الهارموني. Le montage plan de travail c'est le bacha donc tout ce qui est découpe évier plaque tout ce qui est les travaux يتعملوا directement في المعمل. Donc le khadem ajou kan pour la pose ça prend entre 10 et 15 minutes mais يعملوش الغبره و حاجة نضيفة على الأخر. إن شاء الله كمدام آمنة نكونوا في المستوى وتكون فرحانة بالكوجينة بتاعنا وعملنا لها حاجة مزيانة. جاو للشانتي أول ما بدينا باللي كيسون اللي ركبوا أنكاستري في الحيوت وعاودوا رجعوا ويندور لراد سبلاج بشبابك جدد للدار كاملة. أربع شبابك وباب لسيشوار الكل أم بي في سي من الجام وين 60 اللي تتميز باللي بيرفورمانس العالين متاحة في الإيزولاسيون تيرميك باش تحمي الدار من البرد في الشتاء ومن السخانة في الصيف. الجام هذي ياسر ريزيستانت للشمس والمطر والريح وما تخليش الماء يتعدى بالكل للدار الداخل. الأرشيتكت سارة رزقالة اختارت مينويزغي أم بي في سي ويندور لونها في الشين دوغي باش تعطي أسبي شالوغو للدار وتكون عطات للدار لأسبي تراديسيونيل متاع اللوح والمودرنيتي متاع البي في سي. دار رادس الشط قريبة من الصبخة والبحر والعائلة تعاني من ناموس، هذاك علاش إكيب ويندور ركبوا موستيكير أون رولو. الموستيكير ويندور تتلف في وسط كوفر أون ألومنيوم، المنظر أحلى وباش تدوم أكثر وأكثر. والموستيكير مصنوعة من فيبر دو فير بلاستيفيي إمبرميابل وياسر ريزيستانت حتى للعوامل الطبيعية الصعيبة. مع جهاد ويندور كل مرة نتعرفوا على برودوي جديد يكون الحل للمشاكل اللي نقابلوهم في شوانة غدوة خير. الدار قريبة برشا البحر دونك فما برشا مشاكل نتاع ناموس، دونك بور بروتيجي سورتو بيت صغار و لي شامبر كوشي ركبنا موستيكار انغولابل ويندور. موستيكار هذي الي ان فيبر دو فير دونك ما تصنصرش وما تقطعش فاسيلمون بالريح، الي تري ريزيستونت اوز انتمبيري وما تشدش الغبرة وما تشدش الوسخ. ركبنا دو فونيتر كبار على فرونسيز في الشامبر باران وفي الصالون بور غارونتير ان كونفور اكوستيك وتيرميك ميور للعائلة. ركبنا اون فونيتر على فرونسيز دو 1.20 متر بار 1.20 متر في البيت الصغار
وفي الكوزين ركبنا اون بورت فيها اون بارتي دو رامبليساج بانو بارتي فيتري و سيباري بار اون ترافيرس في الوسط لي فينيتر اي لي بورت اون بي في سي ويندور هذوما ايل سون تري ايتانش معني ما يدخلوش الهواء ما يدخلوش الماء خاطر دو لي زونغل فيهم ايل سون سودي لي جوان زيد كيف كيف ايل سون كو اكسترودي افيك لو بروفيلي سكي في ان سورت ان ايل اوغمونت لي تانشيتي اي دو سا اوغمونت لا دوري دو في نتاع جوان في حد ديتو Bien sûr, l'étanchéité est toujours renforcée. Les points de fermeture, les hôtels, fait chier beaucoup le bibin. Ou les produits de WinTech Tunisie et la marque Windor, tel qu'au Manjoudin, fait showroom Tiana, fait très bazar, tu viens de l'Andalous. Ou bien un réseau de menuisiers certifiés, il y a un Manjoudin dans toutes les villes sur tout le territoire tunisien. Inch'Allah, la famille de Darad est très heureuse du résultat que tu as trouvé. Inch'Allah, toi, tu vis dans un confort plus grand dans une nouvelle ville. Et c'est l'objectif que tu atteins. فاطمة كنوف عاودت رجعت اليوم لدار رادس الشط باش تعمل كونترول للخدمة الكبيرة اللي خدموها ليكيب لهنا. خدمنا سكون ابل اون كونتر كلوازون، دونك خدينا الحيط اللي يجور نتاعنا البراني اللي موجود في الدار، وخدمنا فوقو ان ايزولون، وخدمنا فوق ليزولون اون بلاك دو بلاتر ستاندار. علاش خدمنا ليزولون؟ دونك الدار هذايا فيها مشاكل نتاع حس. Donc on a choisi une isolation acoustique et thermique avec le produit le MW35. Donc c'est un isolant à base de laine de verre. Donc il tredme fait les contre-cloisons, il tredme fait les cloisons de séparation, il tredme fait scoufate. Donc le hadaf nous c'est un meilleur confort acoustique et thermique. Donc il y a d'arana zouz bugotoual, il y a d'arana zouz bilouet, on habou nazlo au sout. Donc nous avons l'isolant hedaya, il y a le MW35. Qui m'a dit tout, donc c'est facile à appliquer. Donc tac, vous faites les profilés métalliques, mtaak, mta l'ossature, mta les plaques. كيف زاد ساهل في القصان ما يخرجش الغبره ما فيهش ريحه ما يعملش اريتاسيون دو لا بو دونك خاطر سان برودوي 100% ناتوريل دونك انا جو فو سوليني اللي راهو نجمو نتحكمو في لي بيرفورمانس تكنيك نتاع اي لوكال كي نلعبو على ليزولون لا جو او نون دو ليزولون على ليبيسور دو ليزولون على ليبيسور دو لا كلوزون لو نومبر دو بلاك اللي باش نحطوهم دونك نختارو لو كونفور اكوستيك اي ثيرميك اللي يساعدنا دونك دايور انا جو جانفيت لي سبيسياليست اي لي بوزور ا فينير سو فورمي في سنتر دو فورماسيون نتاعنا في تونس والا في سنتر دو فورماسيون نتاعنا في المكنسي باش يشوفو فيهم الحكايات هذوما الكل كيفاش نجمو اون اسور ان تري بون كونفور ثيرميك et acoustique في اي لوكال نختارو استخال باش يوصلوا لنا سلعه تعاوننا نبعثوا روح جديده في الدار وانرجي اكبر واهم للعائله باش يبداو لي زابليكاتور استخال بالحيوط كنوف ويخدموهم بالسوبل استخال كاشي ازرق لوندوي ان بات الحاضر للاستعمال اللي نستعملوه في الليساج الفينيسيون تاع سوبل استخال كاشي ازرق ما تعملش سور ايبيسور تخدم بسهولة ما تشربش وزيد فيها أديرانس ممتازة للسوبور للحيوت السيمان اللي لقيناهم مدهونين من غير ماستيك لوتوفي كاشي أحمر اللي غطي مليح الحيوت حتى لحرش برشا ويستوي العواج اللي فيهم ويسكر الشقوق الجيدة ونجمو نخدمو توفي كاشي أحمر بالبروجيكسيون كان نحبو على فينيسيون ديكوراتيف في التيراس السيمان اللي تحل عليها بيت صغار الكوجينه والسال دو بان جدد باش ينظفوا لي زابليكاتور استرال الحيوط بالكدا من بعد باش يخدموا فوقهم الاسترالاتكس اكستيريور بانتور الو ما تضرش بالصحه نخدموها لبرا ريزيستانت برشا والبيوضيه نتاعها ناصعه في الفيراندا استرال باش يخدموا الديكوريكس ريفيتمون مونوكوش غرانولي مصنوع سبيسيالمون للي فاساد اما نجمو نخدمو زاده في وسط الديار والا لي لوكو بوبليك الديكوريكس نخدمو فوق اي نوع متاع سوبور ريزيستان للعوامل الطبيعيه للي ريور ولي لي شوك سوبل وساهل ياسر في الخدمه متاعو الخدمه الكبيره اللي تخدمت في سال دو بان كان الهدف متاعها ان نكبرو فيها باش تلقى العائله وين الدوش زدنا الاسباس وطلبنا من غافاك ان كانيفو دو دوش 60 سنتي في غري ان اينوكس ركب في اول الشانتي واليوم عاودوا رجعوا غافاك دو باروا دو دوش اسوسي يعملوا كابين تاع دوش ايتانش 100% فيها ان ديزاين مودرن وبراتيك ومتكونه من بروفيلي ان الومنيوم لونهم في الابيض ما يصدوش وفيهم غارانتي ب 5 سنين البلار نتاعهم سيكوريتي 3 ملم انتي كالكير
ركبنا اليوم دوش كابين دو دوش معناتها 90 على 90 ركبنا لها زادة سيفون 60 سنتيمتر انتي اودور انتي كافار والكابين هذه اللي اون الومنيوم بلان اون بليكسي غلاس معناتها ستركتور ليجير وفاسيل ا نيتوايي وتريتي انتي كالكير بطبيعتها دونك ان شاء الله نكونوا نحن رفاك ساهمنا في فرحه مدام امنه. تكمل السال دو بان جديده بالسانيتير والروبيني تري اعمار اللي باش يركبوهم ليكيب اليوم في دار راديس الشت. باش يبداو اعمار باللافابو ان سيراميك ابيض اللي فيه لي غارونتي اعمار كيف لي سانيتير نتاعهم الكل. الميتيجور الكروماج نتاعو والكارتوش ان سيراميك اللي فيه يخليوه يدوم سنين وسنين. بالطبيعه اون سيمي كولون باش المنظر نتاع اللافابو يكون مزيان وباش تنظيف السال دو بان يكون ساهل على امنه مولات الدار. الكوفيت ابوزي سيراميك بيضاء عوضت الكوفيت القديمه اللي لقينا لاباتو نتاعها مكسر. الروبيني دو تواليت اللي ركبوه اعمار من نفس السيري نتاع الروبينيتري في السال دو بان كول اسورتي على الميتيجور دو دوش. في الكوجينه ركبوا اعمار افيون سيراميك لونو في الابيض. الميتيجور في الكوجينه بيكلون اسهل في الاستعمال وبخاتيك ياسر. العادر بون لابسيتيكت فيها ان ترافاي معناها دو فون باش وسعت السال دو بان بلي كدا مدام امنه. Donc on a eu la possibilité de bien pouvoir placer un lavabo avec une dimension de 65 cm. Elle est une douche à l'italienne où on a placé un mitigeur douche garanti 2 ans, un produit fonctionnel ou design ou tendance à retard de l'architecte. En même temps, nous avons placé une cuvette moderne, tendance. On trouve le produit qui a l'espace qui a l'architecte. On a aussi la machine à la cuisine. Nous sommes intervenus avec un modèle d'IV de dimension 118 cm, qui est très grand, qui a l'architecte à l'architecte. Nous avons placé un mitigeur IV rotatif avec un chromage maximum de 13,2 microns, qui est le chromage maximum qu'on peut trouver sur robinetterie. Robinetterie interne, c'est une robinetterie garantie 10 ans. Et nous sommes très heureux d'avoir participé à l'émission de Taoud Wakhir. Inch'Allah, Dima Tounes Khir. خام اللي عدات عندهم الاركيتكت في الشوروم نتاعهم في سكرة لي كوموند نتاعها خلطوا حسب البلانينغ بالبابي با والديكوراسيون اللي باش يعطيو روح جديده للدار. البيت فرح جديده البيت اللي كانت تحبها ليها برك. البابي با خام اختارته الاركيتكت في الابيض الغوز والتوب في دي بابيون يحبوهم برشا الصغار خاصه البنات. البيت عزيزة جديدة البابي بانت خام أوني فيها نفي تيسو ياسر توندونس بكري نوتر يمشي مع العمر الكل. هذي بيت آمنة وسي شكري البابي بان فينيل فيها نفي فينتيج ديغراداسيون بين الفيولي والغوز يعطي نفي متاع أكواريل ياسر توندونس. باش يركبو تخام في الصالون البابي بان كود كور متاع الأرشيتكت متاعنا سارة رازقلا. Papier peint métallisé, jungle, fille des feuilles noires ou or, bichizit, fedar, touche, m'tastie. بالنسبة للصالون الأرشيتكت اختارت البابيي بان هذايا اللي هو ميتاليزي من الجام 2020 تخي توندونس فيه دي موتيف دو فوي انسبيري دو لا جانجل فيه دي فوي اندوري. بالنسبة للارتيكل دو ديكوراسيون الأرشيتكت اختارت من عند ترام دي ارتيكل في الدوري باش عملت غابيل مع البابيي بان. بالنسبة للشامبر انفون الأرشيتكت عملت سيباراسيون باش ردتهم دو شامبر سيباري. عملت في الشامبر غارسون ان بابيي بان تري سامبل ما في حتى ديزاين الكولور نتاعو غري معناتها حتى نهار اخر مدام امنك تحب تبدل الموبل نتاع بيت ولدها مي الكولور ما تربطهاش. في الشامبر فيات ركبنا بابيي بان نونتيسي فيه دي موتيف بابيون اون غولييف صغيرات الكل يحبوه. كملنا اليوم الخدمه في دار مدام امنه وان شاء الله يعجبها البابيي بان والديكوراسيون. Le suivi متاع شوانت هو سر نجاح غدوة خير وكل بارتنير ديما يتفقد سيز إكيب باش الأمور تمشي كيف ما حضرنا لها. صلاح عاود رجع راد سيشت ومعه ملك اللي تخدم في خدمة كبيرة على احترام الصحة والانفيرونمون في أسترال.
أسترال نخمو في الانفيرونمون والجينيراسيون فيتور باش نحافظوا على صحة الكبار والصغار. استعملنا دي برودوي أقل خطورة من لي برودوي الموجودين سوغ لو مارشي وما يضروش بالصحة. قمنا بتعويض عدد كبير من الماتيغ بروميير اللي يضروا بالصحة بمواد سليمة. استعملنا بلوزيوغ برودوي في الدار هذه. لي لاك اللي استعملناهم بدون رصاص وبدون كرومات اللي هما مواد خطيرة على صحة الكبار والصغار. هنا الصغار خايفين ياسر على لامامون نتاعهم بويسكو عندها مشاكل في التنفس، دونك راهو لي برودوي اللي استعملناهم الكل ما يضروش بالصحة. استعملنا زادة البانتوغ الو نتاعنا اللي هي تتخلط بالماء وسون زودور، واستعملنا زادة في الكوجينة اللي هي أكثر بلاصة تقعد فيها لامامون، استعملنا لالاك الو اللي هي اون لاك تتخلط بالماء، أن برودوي إيكولوجيك. حتى الصغار معناها ما ثم حتى مشكلة على الصحة متاعهم باللي برودوي متاع أسترال. وإحنا نخدمو ديما من أجل بيئة سليمة، ديما نحسنو في المنتوجات متاعنا وفي الكاليتي متاعهم. وباش تتبدل الدار وفي نفس الوقت نحميو صحة آمنة وصغارها، باش يدهنو ليزابليكاتور أسترال لحيوت بألوان اختارتهم الأرشيتكت سارة رزقلا من أكثر من 5000 لون على الماشينة تانتي. الألوان هذم في اللاكو أسترال مات بانتور تتخلط بالماء، الفينيسيون متاعها ممتازة. لاكو أسترال مات يغطي مليح الحيط، نلقاوه زادة في الأبيض ما فيه شريحات نجم تقلق مولات الدار، وزيد ينظف بسهولة ونجمو نغسلوه من غير غيسك. الحاجة الباهية زادة في لاكو أسترال مات هو كونه دهن إيكونوميك على خاطر الغندمون متاعو عالي برشا. الكيلو ندهنو بيه بين 6 و 7 متر مربع في الكوش الوحدة. وكيف ما قالت مالك أسترال، باش نزيدو نحافظو على صحة آمنة اللي عندها مشكل متاع أزم، باش نستعملو في الكوجينة اللاكالو دهن لاكي أما يتخلط بالماء بلاش حتى ريحة، في ساعة ما يشيح وينظف بسهولة. وبتبيعا اللاكالو نلقاوه في 5000 لون على الماشينة تنتي الألوان جدد، زادو بدلو برشا دار آمنة جديدة. سيم فامي محليهم أربعة من الناس هكا، مرأة ورجلها وعندهم زوج صغار هكا، أفواغ الإسبري دو كوكونينغ يعني هكا مع بعضهم. حتى في الكوجينة جي أوبتي بور لو بوا، لو بوا سي توجور شو، ديما الحاجة اللي تبدا أون بوا، لي كولوغ هذوما الباستيل، لو فيغ، لو غريج، لو بيج، أفيك لو فيغ يعطي حاجة ياسر بزين. البيبان الدار باش يستعملوا لي زابليكاتور أسترال الريكزو بوا، دهن لاكي ساتيني للوح نجمو نخدموه لداخل وإلا لبرا، منو حماية ومنو ديكوراسيون أنواع اللوح الكل. الريكزو بوا ما يقشرش ما يبوتش وزيد ما يخليش لي شامبينيون يتكونوا. للبيبان البرانيين السيلوك أسترال بانتور لاكي بريانت ياسر ريزيستانت والانتروتيان متاعها ساهل برشا. السيلوك أسترال موجود في الأبيض وموجود زادا في 5000 لون على الماشينة تنتي. كما العادة معناتها فما برشا حيوط طاحوا، برشا بيوت وساعوا، برشا دي سيباراسيون تعملوا اون بلاكو. جبنا ليتوفي بتاعنا للماسونري، توفي روج، ماستيك اون بودر للغبوشاج وللغارنيساج معناتها يشارجي الحيط، والبلو للفينيسيون للليساج. بالنسبة للإمبريسيون جبنا الأسترالات إكسبريم اللي هي إمبريسيون بلانشاتر، وليترا بتاعها تعمل لنا حتى 17 متر مربع. بالنسبة للبلاكو جبنا الفورمو بريم اللي هي امبريسيون بالسولفون بالديلويون معناتها، واللوندوي جبنا اللوندوي سو بلاسترال بلو اللي هو ماستيك حاضر موجود في قزادر 25 وقزادر 5 كيلو. من بعد فما البارتي الاكستيريور اللي هو الوجه بتاع الدار. بالنسبة للهوميديتي جبنا البريموريكس امبريسيون بالسولفون زادة تفيكسي سوبورت، نقصلنا من المشاكل بتاع الهوميديتي. جبنا التوفي اكستيريور اللي هو ماستيك اكستيريور باش نسكروا الشقوق اللي في الليقه، وفي الفينيسيون باش نخدموا الديكوريكس اللي هي اون فينيسيون ان ريفيتمون معناتها اون فينيسيون اي بي اس تخدم بالتالوش ولا بالسكيك نتاع لابليكاسيون نتاع الدهان. الحاجه الباهيه فيها اللي هي تنجم تقول الاستيك معناتها حتى من بعد كي الحيط يتشق ولا يخرجوا دي ميكرو فيسور هي تتحل معاهم ما يظهرش معناتها في البيت، وبيان سور ديسپونيبل في لي كولور الكل. بالنسبه للدار الداخل اخترنا مع الارشيتكت لي كولور في لاكو استرال مات، ما تضرش الصحه بيان سور كيما لي برودوي استرال الكل،
والفينيسيون بتاعها حاجة فينو برشا، ما تعطيش كل جرام بتاع الدهن، ما تخليش بلايس الرولو. جبنا السيلوك فير دو زونا في النواغ المرة هذه، فما شبابك والباب بتاع لانتري، الفير فورجي معناتها بتاع شبابك والباب بتاع لانتري. السيلوك فير اللي هو منه امبريسيون، معناتها منه انتي روي ومنه فينيسيون، يربحنا برشا في الوقت، في روندمون عالي، وموجود في البرونز وفي الالومنيوم وفي البلون وفي النواغ. كل ما نشوفوا كاميونة مونبلان وصلت للشانتي، كل ما نعرفوا اللي إلكتروميناجي الدار اللي نخدموا فيها باش يتبدل مع أحلى أصح وأحسن. الأوت جديدة ديكوراتيف في لينوكس، فيها أسبيراسيون قوية برشا ودي فيلتر ينضافوا أفي بسهولة. البلاك كاتفو لونها أسورتي على البلان دو ترافاي وعلى موبل الكوجينة. الفور مون بلان انكاستري شالور تورنات، والباب نتاعو يتنحى ينضاف ويرجع لبلاستو، وهذه حاجه ياسر براتيك. الفريجيدير في الجري في ايكونومي نتاع انرجي، يعني ينقص من فاتوره الضوء. الالكتروميناجي هذا الكل اختارته الاركيتكت ساره رزقالا من كتالوج مون بلان اللي فيه برشا شوا، والتنسيق كان مع حاتم الفيزافي نتاعنا في مون بلان. كما عودناكم مون بلان ان شاء الله باش تكون حاضره في كل شانتي في غدوه خير، وهذاك علاش احنا جينا هنا دار الشطفه، المنظر الجميل هذايا المدام امنه جبنا لها حاجه مودرن ومزيانه برشا وباش تعجبها. بون جبنا لها باكون كاستغابل بلاك وفور هوت، اليوم عندها فور مودرن 9 فونكسيون دوبل فيتراج دو بوتون سيكوريتي، وجبنا لها هوت اينوكس مودرن شيميني دو فيلتر شابون فيلتر ميتاليك لافابل افي. كيف كيف جبنا لها بلاك اينوكس الجريون اسي الوماج الكتريك 4 بولور، والفريجيدير 450 لتر او كاكري دي جوفراج اوتوماتيك لومبليت. ان شاء الله نكونوا احنا حققنا الاوبجيكتيف وفرحناها مدام امنه كما تحب هي ووقت ان شاء الله. انستالاسيون الضوء تعاودت في الدار كامله، تزيدوا دي بريز دي انتربتور، وكان جاب لنا عم حسن الفاستيال في اول الشانتي بواتيت الضوء. عاود رجع اليوم عم حسن باللي بلاك جدد الفاستيال اللي اختارتهم الاركيتكت من جام كبيره برشا، فيها اللوح بانواعه البلار التيتانيوم وغيرهم بالالوان اللي يمشيوا مع الديكوراسيون تاعنا. في السالون ومع ليتام اللي خدمت عليهم ساره رزقالا، باش يركب عم حسن الفاستيال دي بلاك في شامبان مصنوعين من ماتيير ريزيستانت وما تتوسخش التكنو بوليمير. البيت فرحة جديدة لي بلاك الفاستيال لونهم في الغوز بالطبيعة، اللون اللي يحبوه البنات الكل اللي في عمرها. في بيت عزيز اللون سيلفر. للكوجينة لا جام تيتانيوم في الفاستيال، دي بلاك مصنوعين من الالومنيوم بروسي، ماتيير ياسر ريزيستانت وزيد تندانس برشا واسورتي على بقية الكوجينة. وللسال دو بان لا جام ايتانش اللي تضمن سيكوريتي للعائلة. وين تمشي واحنا نتبعوكم معناها بقدرة ربي، وبيان سور نجيبو لكم سلعتنا معناها منتوجنا الجديد ولي برودوي نتاعنا الفاستيال لابارياج معناها لي زانتربتور لي بريز اكسيتيرا. الارشيتكت اختارت تقريبا 3 او 4 كولور معناها في الصالون والشومبر بارون، اختارت الشامباني. في الكويزين عندنا تيتانيوم هاك الالمنيوم بروسي مزيان برشا وحلو اختيارها ممتاز. كيف ما عندنا في بيت البنيه الروز، وبيت الطفل عملنا سيلفر كولير سيلفر مزيان زادة. في الصالدو بتبيع باش نحطوا ايتونش 3 موديل، عندنا الماء بتبيع غاديك يلزم ليتونشيتي دونك ليتونش شباب برشا. ان شاء الله منزل مبروك عليها وان شاء الله تعجب معناها مالي الدار ويسكنوا بالهنا.
بالنسبة للشومبر نتاع البناية عملت كومبوزيسيون ما بين دو شومبر، شومبر أليس وشومبر سيندي. خذيت الفرش نتاع أليس وكملت البوندري دو بورت والبيرو افيك لي رونجمون نتاعو نتاع سيندي، وزدناها احنا نوتر بوندري افيك اون بورت باش زدنا كبرنا في الاسباس لهيا. بالنسبة للشومبر نتاع خوها استعملنا كومبوزيسيون ما بين الشومبر نتاع فرش زينب والبيرو نتاع شومبر ستون، وزاد بوندري نتاع شومبر توين. في شومبر دو بارون عملنا شومبر ري افيك لي طابل دينوي افيك الكوافوز، وما نسيناش الكوجينه زاده، حطينا طابل سيرينا افيك كاتشيز ريفيرا، وفي الصاله زاده كيف كيف عملنا طابل ال سي دي سيمفوني، وعملنا لها زاده كادو من عندنا طابل باس روما. المره هذه جبنا مبل دونتري سيلين فينيسيون دنفر على الكريم، منها بورتشوسير ومنها بورتمونتو ديزونا افيك ميروار. دار ديسيشات كانت ناقصة برشا ذو، كانت ظلام وما حسينا فيها حتى روح أول ما جيناها. مع الخدمة اللي خدموها لي بارتنير نتاع غدوة خير الدار تبدلت، وباش تزيد تتبدل مليح بفضل الكليراج الجديد اللي باش يركبوه في الدار الكل إيغلو. لي زابليك ولي سوسبنسيون إيغلو باش يخلقوا في كل إسباس أمبيونس جديدة ومختلفة. الناس الكل تخدم برشا معزة للعائلة، خاصة الأم اللي تعبت برشا باش بنت الدار لكن وقفت وما نجمتش تزيد فيها حتى شيء، والناس الكل تحاول تفرحها هي وتفرح رجلها وصغارها زوج. سيد مالي الدار زادة ساعاتي كلمونا وينكم ايش عملتوا، وكانوا محليهم معناها زيتي كومبريانسيف محليهم وشجعوا فينا، وحتى الحومة محليهم ناس ما فرحوا بينا على الاخر، جابونا فريكاسي وفرحوا بينا. دي ريدو سور مزور للسالة بيوتنوم ثلاثة الكوجينة والسال دو بان. حضروهم برقاوي ريدو بيتاهر لدار راد سيشا اللي كانوا فيها ريدوات قدم برشا. البيت فرح جديدة دو بانو لاشي في الفولوغ افي توال كري فتح بيناتهم تول غوز في دي ريور فينو. بين بيت فرح وبيت خوها اللي حلو على بعضهم ريدو فينو مزيان برقاوي ريدو بيتاهر. في الكوجينة ستور زيبرا جوغي نوي في الجريج الفتح انتي تاش وما يعملش اليرجي والنجم ونغسلوه على بلاستو. لي سالون فوال في الحايك اوني في لي كرو فوقو دو بانو في التافتا غريج. كيما تعرف احنا نخلطو ديما الدار تكون حاضره، دونك تفرش فيهم في التصاور اللي كانوا عندها القدم، وكيما تعرف احنا ما نعملوش معناها ما نزيدوش عليهم ولا نقصوا، دونك دو بريفيرونس نعاودوا كل شيء في الجديد. مع الاركيتكت هذيا اش عملنا؟ عملنا حاجات دي كولور نوتر ساعه تمشي مع كل شيء، وكوليكسيون جديده اللي هي في الصالون مثلا تلقى عملنا الموديل كلاسيك اللي هو فوال عملناه اون سابلي، ولي بانو نتاعو افي كروكو اللي هو جديد هو طفته افي كروكو ومجهود بدو زومبراس اللي هما ان كريستال سامبل. في الشامبر بارون عملنا هو ان بانو مي هو تخدم كاينو فوال ومنو فوال منو بانو ومخدوم بليزانو براتيك على الاخر. في لي دو شامبر انفون اللي هما دو شامبر كومونيكونت دونك عملنا الشباك نتاعهم دو بانو ان فوالاج اللي هو زاد حاجه براتيك على الاخر خاطر ترانجل وحده بيناتهم. الفكره الجديده اللي عملتها الاركيتكت اللي هي السيباراسيون هذيك عملت ريدو اللي هي فكره راه، والريدو هذا خشين ويظلم معناها اللي يبدا من الجهه الاخرى ما يراش الاخر. بدلنا شويه مش لازم كلي نعملوا باب ولا نعملوا حاجه، عملنا ان ريدو. في دار آمنة أول ما جينا لقينا زوز بنات لوحة وجريري في القاعة، لكن مع الخدمة الكبيرة اللي تخدمت في الدار لازمها توا سالون.
وحده باش تعرف العمر يجري باش يكبروا كل واحد باش ياخذ الاريحيه نتاعو. على هذا جبت لهم كل واحد متلا اورتوبيديك باللوري نتاعها الغارونتي تاو لاولادي خليوهم فهمتني. وجبت للمدام والمسيو بحكم زادة هي مريضه متقلقه ازماتيك تتقلق ياسر في الليل جبت لها البرستيج شو وقتي ترقد تلقى لانديبوندونس دو كوشاج تبدا مرتاحه. كان حتى الوليد ولا البنية جاء قلقها في الليل ولا حاجة ماش باش تحس باش تقوم به تلهى به. هذيك الرول متاع البرستيج متاعنا اللي التسيو متاعها أنتي أكاريا أنتي باكتيريا وتري أود جام. البرستيج كما تعرف الجارونتي متاعها 7 ans. إذا ما تكونش مثلا مرتاحة الإنسان مش باش يرتاح. اللي حاجته بالبزوا متاعنا ندخل على السيت متاعنا سيت كومفورتكس الأوفيسيال الكليون اللي حاجته به يدخل للسيت متاعنا يعاونه سويفون لو بوان تاعو سويفون الميزور اي حاجه يلقى كان ما يسرو. متلا امنا وسي شكري فيه انديبوندونس دو كوشاج وبالطبيعه ياسر مرتاح ويرتاح الظهر مع المتلا دو زوغي سوتيم وغارونتي كونفورتكس. العزيز والاخت فرح اللي كل واحد فيهم ولات عنده بيته وحده وصلنا دزينا لحيوت باش حلمهم يتحقق لكل واحد فيهم متلا اورتوبيديك باللوغي متاعو وبالغارانتي كونفورتكس. سيتي ان اكسبيريونس اكسيبسيونيل تعرفت على برشا عباد فرد وقت من جماعة من المخرجين من جماعة لي جورناليست اللي يصوروا الكل اي اوسي عنا لي بريستاتير الكل كلهم مع بعضهم فرد وقت دونك سيتي فريمون معناها ان اكسبيريونس تحفونا على الاخر سي ما بروميير فوا جيسبيغ كو سا سخا با لا ديرنيير. بالحق معناها المراه ال ما توشي بروفونديمون كي تجي تقول لي اون فيت منهم مره عرضتني قالت لي جيت تبكي يا اخي قلت لها شبيك تبكي قالت لي ساره انا راني كي سكنت فيها كانت يجور كانت الدار يجور وكان فيها الوزاخ والفيران قالت لي دونك باش رديتها هكا لتا معناها اللي لقيته هنا بعد 10 سنين دونك قداش عزت بيا معناها عديت 10 سنين باش توصل تعمل اس بلس 2 وتوا هكا افيك ليديسيون غدو اخير ماتنو عندها اس بلس 3 افيك اون كونت سال دو بان كوزينه مزيانه اي تيراس اوسي. وانا والله نستنى بدقيقه ودرج معناها وقتاش يجي وسيرتو بور لي زونفون باش يلقاو كل واحد بيتو المراه باش تفرح.